مرحبا يا أطفال، عمو يزيد يعطيكم موعد بحلقة جديدة من حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. 6 جانفي هو يوم عالمي مهم، هو اليوم العالمي للتضامن مع يتامى الحروب. كذلك يوم 8 جانفي 1961 داروا استفتاء باش يشوفوا إذا كان الفرنسيين راهم مع الجزائر أنها تبقى فرنسية ولا تصبح حرة مستقلة. والشاطر يعطينا الحل، فيها عبرة حكمة مثل. اليوم سنتحدث عن شخصية إرث قيلوني أو السيل هادي الوطني. هو رجل سياسي جزائري ومجاهد وشهيد أثناء ثورة التحرير الوطني. إذن أحبائي، كما وعدتكم، عمو يزيد رح يحكي لكم حكاية الغني والحطاب الفقير. هاي كمل معايا. عمو يزيد دارها أغنية، هي أغنية أحمد وحنان، تغنوها قاع معايا. يا سبيان هذه المرة عن إنسان، قصة أخرى وحيوان، هي الهرة والثعبان لما غدر. إذن ثم كذلك يا أحبائي، ما عليكم إلا توجهوا موقع الإنترنت باش عمو يزيد يقرأ رسائلكم. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء. ترقبونا، كونوا في الموعد مع عمو يزيد.